في أرقام مقلقة عن حجم النفايات في الشهر الفضيل. صحيح، يعني أثرت موضوع جد هام. يعني صحيح أن النفايات المنزلية في الأصل راهي تزيد عام بعد عام، لكن رانا نشوف ظاهرة أخرى أنه في شهر رمضان راهي تزيد النفايات المنزلية، رغم أنه المواطن يعني الشخص الفرد يصوم يعني بمعدل 15 ساعة في اليوم، لكن في الأخير راح نوجد أطنان راهي تدخل لمراكز الردم التقني. مثلا إذا خذينا سنة 2020 اللي كانت سنة يعني جد مميزة وكانت فيها جائحة كورونا وكان الحجر على الساعة الواحدة، لكن رغم كل هذا فإن سجلنا أرقام ويعني كانت زيادة ب 2%. كي نقولوا زيادة ب 2% بالك يعني الشخص يقول رقم صغير، لكن هي عبارة عن أطنان راهي تدخل إلى مراكز الردم التقني. إذا شفنا مقارنة شهر رمضان بالأعوام يعني اللي مضت راح نلقاو باللي أنه راهي تزيد الكميات بنسب 10% 12% إلى غير ذلك. يعني إذا هذه الكميات كلها راهي تزيد يعني في شهر واحد، فما بالك في الأيام يعني العادية. يعني فيما تتمثل يعني النفايات، يعني أكبر حجم من النفايات فيما يتمثل؟ نعم، يعني احنا يا المواطن رجع يعني النمط الاستهلاكي تاعو تغير، يعني ولا يستعمل المغلفات لي ديشي دومبالاج. يعني هذه المغلفات كلها عندها حجم كبير في الحاوية، يعني راح تأثر على يعني جمع النفايات. ويعني مؤخرا أيضا شاهدوا ظاهرة اللي هي يعني ظاهرة جد سيئة، أنه نوجدوا أطنان من كمية الخبز موجودة في الحاوية. يعني شيء جد مؤسف أن كشعب مسلم نوجد هذه المادة اللي كان عندها قيمة كبيرة عند المواطن يعني الجزائري، الآن أصبح نوجدوها في الحاويات. على ذكر التبذير، تبذير مادة الخبز، لو نتحدث عن مقارنة النصف الأول من شهر رمضان، حجم النفايات في النصف الأول من شهر رمضان لهذا العام والعام الفارط، ضعينا في صورة ذلك. نعم، احنا يعني كوكالة نتحدث عن يعني دراسة قمنا بها مؤخرا، يعني كنا اتصال مباشر مع المواطن وقمنا بوزن هذه الكمية، وجدنا بأن هذه الكمية وصلت إلى 196 ألف طن يعني في العام، يعني كمية جد كبيرة. إذا قارناها بثمن التكلفة راح تقدر ب 9.8 مليار دينار. يعني إذا شفنا في الأيام الأولى لشهر رمضان، فإنه بتصريحات من يعني مؤسسة جمع النفايات لولاية الجزائر ناتكوم، بما أنها تعتبر يعني مؤسسة يعني تقوم برفع نفايات 26 بلدية في ولاية الجزائر، يعني 46% من الكثافة السكانية، يعني سجلت باللي أنه بمعدل يعني كمية مادة الخبز تبذر بمعدل 2 مليون يعني 2 طن في اليوم الواحد. يعني نعم، لك ان تتصور انه في خلال شهر شحال راح تكون الكميات. نعم. مثلا يوميه الشعب اليوم اوردت يعني خبرا يتعلق ب 20 مليون دينار في القمامه خلال 12 يوما فقط خلال الشهر الفضيل. قالت ان الجزائريون رموا هذا الرقم المهول في القمامه، الخبز الذي الموجه الى البطون صار يوجه إلى القمامة. ألا تعتقدين سيدة عقيلة بودراء، وأنت رئيسة قسم النفايات المنزلية والمشابهة لها بالوكالة الوطنية للنفايات، المواطن في الجزائر في يعني غياب ثقافة استهلاكية بحاجة إلى مرافقة تحسيسية كبيرة، أعتقد أنكم تقومون بها؟ صحيح، يعني كشفنا يعني على مستوى الوكالة أنه هذه الكمية راهي تزيد ويعني تكثر بطلب من وزارة البيئة. يعني كلفت الوكالة الوطنية للنفايات بالقيام بعمليات يعني تحسيسية في كل يعني مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى الإذاعات، على رانا نطلقوا في يعني حملة جد كبيرة. إذا رحنا لمواقع التواصل الاجتماعي، أطلقنا مؤخرا يعني
رسالة مخصصة يعني لكل يعني المواطنين. يعني الاخر يعني الرسالة تقول شيش ما تبذرش، شيش ما ترميش. يعني هذا يعني رسالة تحدي، احنا كي نحبوا نتحدوا انسان قولوا له شيش ما ديرش هذيك الحاجة. يعني وهنايا كان التعامل تاعنا مع اعلاميين ممثلين باعتبارهم عندهم شريحة يعني اللي تابعهم ويعني خاصة وكبيرة. بذلك يعني رانا نوصلوا في هذه الرسالة بكل يعني يعني الوسائل. ايضا رانا ننطلقوا في حملة مع وزارة يعني شؤون دينية في مختلف إذاعات الوطن، يعني يكون ممثل من وزارة شؤون دينية إمام، ويكون ممثل من مديرية البيئة، وممثل من الوكالة الوطنية للنفايات، من أجل يعني إيجاد حلول لهذه الأرقام اللي راهي تزيد. يعني يعني يمكن بإيجاد حلول من أجل يعني تغيير عمليات التحسيس. يمكن التحسيس اللي كنا نقوم به في المسبق ما لحقش لهذا. نعم يعني احنا ايضا نسيو يعني باش نلحقوا الرساله، يعني تلحق للمواطن كما قلنا هذه الاطنان في الايام الاولى لرمضان، يعني في الشهر يعني عندما يخلص رمضان نحن نلقاو اطنان كبيره، يعني شيء جدا مؤسف. نتمنى انه هذه الظاهره تزول. انتم في الوكاله الوطنيه للنفايات امام هذه الارقام المرعبه لحجم النفايات المنزليه خلال الشهر الفضيل، هل تعتقدين هل تكفي دورية واحدة لجمع النفايات المعهودة اليومية لجمع كل هذا الكم الهائل، وأنت تحدثتي عن زيادتها؟ نعم يعني في شهر رمضان الكريم كما ذكرت يعني الكميات راهي تزيد. بذلك يعني البلديات او مؤسسات جمع النفايات تقوم بتغيير يعني اولا ساعات الجمع وعدد الدورات، لانه راح تكون دوره واحده لا تكفي. يعني ما ايضا ساعات رمي النفايات للمواطنين، يعني كل وقت يعني يرمي. نتمنى انه المواطن ايضا يلتزم بساعات رمي النفايات، لانه هذا يعني هذه البلديات او مؤسسات جمع النفايات راح يكون عليها يعني ضغط. يعني احنا ما دابينا ان نعاونوها في رمي يعني ساعات الرمي وتقليل من كميه الاستهلاك، لانه شهر تهذيب النفس. يعني شهر يعني نقوم يعني بالصيام، يعني هذا شهر روحاني لا يكون شهر للاستهلاك فقط. يعني نعم. ماذا عن تجاوب المواطنين مع عمليات الفرز الانتقائي، الخبز وحده، البلاستيك وحده، هل في تجاوب؟ يعني ونحن في الشهر الفضيل يعني. نعم يعني احنا يعني في القديم يعني اذا ورينا الخلف لانه ماده الخبز كنا يعني نقوم يعني بالفرز تاعنا. نعم. ما كانت يعني عندها قيمه انه الكميه الخبز ما نلقاهوش على الارض او مرمي في القمامه. يعني حقيقه انه المجتمع الجزائري يعرف بانه هذه الظاهره مذمومه، يعني من خلال التحسيس ايضا وضعنا النقاط على الحروف. يعني المواطن اذا ما يسمع هذا الأرقام راه يتخوف. يعني وجد باللي أنه هذه الأرقام أنه كل إنسان فينا إذا خلف خبزة واحدة يوميا راح تولي أطنان. يعني إذا الإنسان عنده أعداد يعني فرد يعني لأفراد العائلة تاعو يعني تستهلك ثلاث خبزات، ما عليه إلا أنه يشري ثلاث خبزات. وعندنا يعني حنايا الآن عندنا مجمدات، عندنا كل وسائل. نعم. من أجل حفظ هذه المادة ومن أجل التقليل من الاستهلاك، يعني إعادة رسكلة المواد الغذائية. نعم. مثلا تبقى لي يعني اليوم وجبه، غدا نعاود نستعمل ناكلها. يعني الانسان ما راحش يصالو اي شيء اذا عاود استهلك يعني الوجبه اللي قام بها يعني في الليله اللي مقبل. وانه الاستهلاك يكون معقول. نعم. انت تحدثتي عن ترشيد في الاستهلاك. نتحدث عن اعاده رسكلة النفايات المنزلية هاته. أنت يعني في ظل الارتفاع الكبير، الأرقام المهولة لحجم النفايات، ما من خطة، ما هي الخطة المقترحة لاستغلال هذه النفايات وإعادة رسكلتها و
لكي تعيد يعني قال حسنات يعني السيئات السيئات التي نرجعها حسنات يعني. نعم يعني بطبيعة الحال النفاية رانا قلنا باللي راهي تزيد، وحنا يا باش نذكرك برك عندما درنا دراسة وجدنا أن معدل يعني تثمين النفاية يقدر ب 9.83% فقط مقارنة مع 13 مليون الكمية المنتجة، يعني كمية كبيرة ومعدل تثمين قليل. يعني الاستراتيجية اللي راهي تطمح لها وزارة البيئة لآفاق 2035 إن شاء الله راح يعني قدرنا بأنه لازم توصل قيمة التثمين النفايات المزينية إلى 30%، بما أنه عندنا احنا الحاوية الجزائرية تمثل يعني تمثل 80% من النفايات القابلة للتثمين. يعني إذا خدينا المادة العضوية نقدروا نثمنوها ونرجعوها سماد نستهلو يعني نستعملوه في الفلاحة، مواد هذو التغليف يعني نستعملوه نعيدوا لهم حياة أخرى، بما أنه هناك أيضا مؤسسات تنشط في هذا المجال يعني نساعدوهم. نعم. وهذا ما كنت أود أن أختم به، في ظل الحديث عن فتح المجال للمؤسسات الناشئة في العديد من المجالات، أنتم في الوكالة الوطنية للنفايات يعني ما نوع المؤسسات التي تتعاونون معها بالخصوص يعني؟ نعم يعني احنا يا يعني كوكاله نتعاملوا مع كل يعني الفاعلين في مجال تسيير النفايات. عندنا على مستوى الوكاله عندنا بورصه نفايات اللي هي يعني منصه الكترونيه، هذه يعني المنصه يعني تخلي يعني تعامل مع يعني المتعاملين بعضهم مع بعض. وعلى يعني مع في يعني على مستوى المؤسسه يعني الوكاله عندنا بنك معلوماتي، هذو كل يعني المؤسسات راح نعطيهم شهادة تسجيل يكون مسجلين عندنا، وبالتالي راح نعطوهم مرافقة تقنية. يعني كل حامل مشروع أو يعني مؤسسة تقوم بالمشروع تاعها راح نحاولوا أننا نقوم بالمساعدة تاعها من أجل يعني قيام بمشروعها، وأيضا يعني وضع تواصل بين يعني المؤسسات من أجل تبادل التجارب. يعني يعني نعرف أنه كل مؤسسة عندها يعني نوع تخصص من النفايات وتخصص، وبذلك في ان اذا كانت مؤسسه صغيره يعني راح تاخذ التجربه من مؤسسه عندها يعني وضع في السوق، وبالتالي راح نكونوا همز يعني همزه وصل بين المؤسسات من اجل يعني نقل هذه التجارب فيما بعضها. كلمه اخيره بخصوص موضوع تسيير النفايات في رمضان والارقام الملفته. نعم يعني نوجه رسالة يعني لكل المواطنين خصوصا إلى ربات البيت، يعني بأنها هي تعتبر يعني المسير الرئيسي في البيت. يعني ترشيد الاستهلاك أنه نستهلكوا ونشروا وش نستهلكوا، يعني كفانا من هذا يعني رمي يعني الأكل في الحاوية أو مادة الخبز. يعني نتمنى أنه نقوم بترشيد الاستهلاك تاعنا، نقوم يعني فرز النفايات من أجل يعني إزالة الضغط على البلديه على مراكز الردم التقني. يعني اذا قمنا بهذا في المصدر راح نلقاو حلول يعني في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر سيده عقيله بودراء رئيسه قسم النفايات المنزليه والمشابهه لها بالوكاله الوطنيه للنفايات. شكرا لك على العفو. مشاهدينا لازلنا متواصلون معكم بعد هذه الفقره.